مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من كيبورد، ونبداها كالعاده بابرز العناوين. حمله الكترونيه في وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان اسيا تناديك يا يماني. تدشين اليوم المفتوح للفن في عده مدن يمنيه وعالميه. المخرج والمصور اليمني أمين الغابري يفوز بالمركز الثالث بجائزة حمدان الدولية. تويتر يقوم بحظر حسابات تعيد تغريدات مقابل المال. وضيف فقرة الاستضافة الفنان رياض عبد الرحمن. مرحبا بكم. دشن ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي الهاشتاغ الرسمي لدعم المنتخب اليمني لكرة القدم بآسيا تناديك يا يماني ضمن حملة لدعم المنتخب في القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى لاعبين سابقين، وتستمر من 10 حتى 27 من مارس، ويستعد الأحمر لخوض مباراة مصيرية يوم 27 من الشهر الجاري أمام المنتخب النيبالي في العاصمة القطرية الدوحة لحساب الجولة السادسة من تصفيات الدور الثاني لقارة آسيا. نشوف التفاعل مع هذا الهاشتاغ. ونسمع معا أغنية دعم المنتخب اليمني. شمرنا السواعد للي بات في صف واحد، في عانقنا وشمرنا السواعد وسجلنا الإباء في صف واحد. ولن تقهر إرادتنا الشدايد، ولن تقهر إرادتنا الشدايد، بهمة شعبنا الحر المسالم، بهمة شعبنا الحر المسالم. أيضا الهدف وتسجيل هدف يبقى كما قلنا الاسم لاسماعيل والتهديف لاسماعيل في لقاءات المنتخبين. هنا محاولة، الله على المهارة، الله على المهارة، الله على التسعة عرضية لكنها ابعدت من الدفاعات اليمنية. الله على المهارة، الله على المهارات المنتخب اليمني. نفس اللعب على الصوصي مرة اخرى، ولدي حميدتي، ولدي على يوم 16 خطا، 11 على المنتخب البحريني وخمسة على المنتخب اليمني. قليلة واداء كبير ومميز للمنتخب اليمني. الله على اللمسات، الله على اللمسات للمنتخب اليمني. لا 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 لا، مو هذا المنتخب اليمن في 21 في البحرين، مو هذا هو منتخب اليمن اللي شارك في نعم الخليجي 2013 في البحرين و10 في اليمن. هناك ارضيه مرت عاليه اماميه راسيه، هذه فكر وحققنا لامتنا المطالب. وكل عامل وكل جندي وطالب، كل عامل كل جندي وطالب سيرسل البناق والدعايم بالتوفيق لمنتخبنا. هاشتاغ اخر انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعل معه الكثير من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. المشاركين في الهاشتاغ طالبوا بعوده الرئيس هادي ورفع الوصايا عن اليمن تحت عنوان مطلبنا عودة هادي وإيقاف الوصاية عن اليمن. نشوف التفاعل مع الهاشتاغ.
فعالية اليوم المفتوح للفن أقيمت في عدد من المحافظات اليمنية والمدن العالمية من مدغشقر حتى باريس بمشاركة مجموعة من الفنانين والرسامين الشباب الذين قاموا برسم رسومات على جدران الشوارع تحمل رسائل مختلفة وتدعو إلى السلام. نشوف أولا الفعالية التي أقيمت في محافظة تعز. نشوف الآن صور من اليوم المفتوح للفن من مدينة الحديدة والذي نظمه نادي القراءة بإشراف الدكتور محمد الشميري. مأرب أيضا شاركت في اليوم الفني المفتوح وكانت مشاركة فاعلة من مختلف الأعمار لطلاب وطالبات المدارس وحضور لافت للمرأة. نشوف صور من مأرب. نختتم هذه الفعالية في مدينة صنعاء حيث كان صباحا مرصعا بالفن وأنامل الشباب والشابات التي رسمت الأمل على جدران صنعاء. مبادرة كن إيجابيا تستمر في تقديم المساعدات للمحتاجين بدون توقف. نشوف آخر نشاط المبادرة عبر منشور لصفاء الهبال تقول فيه: سلمت أدوية لثلاث أسر، أسرتان علاج دائم وأسرة علاج عرضي بعد عملية حصوة في الكلى. سددنا متأخرات إيجار الخالة 4 شهور 12,000 لأن إيجار خفض من 5,000 إلى 3,000. شكراً للعينات والأدوية العينية التي تصلنا، فمنها ما يوزع ومنها ما يستبدل بحسب احتياج الأسر ليستفيدوا منها بشكل كلي. Thank you.
برعاية اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة التعز وتمويل مؤسسة وقف الواقفين العالمية، قامت مؤسسة نحن هنا للإغاثة والتنمية بتوزيع 200 سلة غذائية ل 200 أسرة من النازحين والأسر الأشد احتياجاً من ساكني قريتي الكدرة وقحفة زورين في بني شيبة الشرق بمديرية الشمايتين. نشوف صور من هذا النشاط. تعز أيضا أقيم مؤتمر صحفي لإشهار مبادرة مع الدولة لأجل المجتمع، خبز أمن حرية. المبادرة تهدف لتكوين حراك شعبي مجتمعي فاعل يضغط باتجاه تحقيق الأهداف الرئيسية لبناء مجتمع مدني فاعل ودولة قوية تضمن حق العيش وممارسة الحريات الإنسانية كافة. نشوف صور من هذا النشاط. وما زلنا في تعز، حيث أقيمت فعالية تأبين لرسل الضوء وشهداء الحقيقة وسط حضور رسمي وجماهيري حضرته قيادات عسكرية ومدنية وسياسية وعدد من الشخصيات الاجتماعية. نشوف صور من هذه الفعالية. فقرة الفعاليات من مأرب، حيث أقامت مؤسسة رنين اليمن المرحلة التدريبية الأولى في القيادة والتفاوض لمجموعة من الشباب والشابات في المحافظة. نشوف صور من هذا النشاط. الخبر المفرح هذا الأسبوع هو فوز المصور اليمني أمين الغابري بجائزة المركز الثالث ضمن جوائز الدورة السابعة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد المكتومة الدولية للتصوير الضوئي، والتي حملت عنوان اللحظة والتي تم تنظيمها في دبي. وجاء فوز الغابري في محور الفاصل الزمني تايم لابس ليكون بذلك ثاني مصور يمني يفوز بإحدى جوائز هذه المسابقة الدولية التي تأسست في 2011. وهذه هي الصورة التي فاز بها أمين. ألف مبروك يا أمين.
إلى التكنولوجيا وأخبارها، والبداية من تويتر، حيث حظر موقع تويتر عددا من الحسابات المعروفة في حملة شنها على المعروفين باسم تويت ديكرز، وهي مجموعة سرية من الحسابات التي تساهم بنشر التغريدات على مستوى واسع عبر إعادة تغريدها مقابل مبلغ مالي. وأشاد مستخدمو تويتر بهذه الحملة متهمين الحسابات بسرقة تغريدات ونكات لمستخدمين آخرين من دون الإشارة إلى الناشر الأصلي. واتساب وعلى العكس من منافسيه لم يطلق خدمة الحذف الأوتوماتيكي للرسائل المحرجة خلال فترة معينة، لكنه فضل بدل ذلك تعديل المدة التي تحتاجها رسالة قبل حذفها من الجانبين، وهذا يعني أن المستخدم بات أمامه أكثر من ساعة كاملة لحذف رسالة أرسلت بالخطأ قبل أن يراها الطرف الآخر بدل مهلة السبع دقائق السابقة. ولم تعرف الأسباب وراء هذا التمديد، كما لم يعرف السبب وراء اختيار هذه المدة بالضبط، ولا تقترح صفحات الدعم في التطبيق أي تفسير أو جواب. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت خلال الأسبوع، نبدأها بعزف جميل من الموهبة أمجد عادل. مهجل بعنوان تعز نسمعه مع بعض. تتم فقرة الفيديوهات بجديد الفنان طارق البنا لاموني. لاموني اللي غاروا مني، قالوا لي وش عجبك فيها. لاموني اللي غاروا مني، قالوا لي وش عجبك فيها. قلت للي جهلوا فاني، خدوا عيني شوفوا بيها. لاموني اللي غاروا مني وقالوا ليش عجبك فيها. لاموني اللي غاروا مني وقالوا ليش عجبك فيها. جاوبت اللي جهلوا فاني، وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الفنان رياض عبد الرحمن. نرحب بضيفنا اليوم، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم رياض. أهلا وسهلا فيك يا أستاذة.
طبعا معنا مجموعة أسئلة سريعة ومجموعة أسئلة تكلم عنك ونناقش فيها. مستعد؟ إن شاء الله مستعد إن شاء الله. طب نبدأ كالعادة بأوصف نفسك بكلمة. فنان في بداية الطريق. جميل. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك إنستغرام. أجمل مكان زرته في حياتك؟ والله أجمل مكان زرته في حياتي مكة. جميل. ومكان تتمنى زيارته؟ تركيا. شخصية تتمنى مقابلتها؟ شخصيات كثيرة. جيب لي اسم غير محصور باسم واحد. ممكن يكون كثير. يعني من مجموعة الفنانين؟ أيوب طارش عبسي. جميل. وشخص شخصية داعمة لك؟ الوالد الله يحفظه ومع الوالدة يخليهم لك يا رب. طيب الآن لو تكلمني عن لحظة سعادة عشتها. كثير لحظات السعادة. أسعد لحظة؟ عندما تزوجت. جميل. ويعني يمكن أتعس لحظة عشتها. والله لحد الحين الحمد لله لم أعيش لحظة تعيسة لله الحمد. جميل. طيب رياض لو نتكلم الآن. أيوة تفضل. ممكن هي من الأتعاس إنه عندما نفارق، عندما نأتي من اليمن إلى السعودية هنا نفارق الأهل واللحظة فقط. ممكن. طيب الآن لو نتكلم عن بداياتك مع الغناء. والله بداية بسيطة جدا، تقريبا من 3 سنوات. جميل. ابتدأت على العود، أخذ لي الوالد العود وبدأت أعزف على العود. حسيت نفسي أن أنا أميل لي في بعض فنانين وأعزف، والحمد لله بدأت في بداية الطريق لساتي. ونعم الدعم. طيب الألوان الغنائية اللي تفضلها؟ كثيرة. زي؟ الصنعانية، التعزي، اللحقي. جميل. طيب أنت ليش اخترت آلة العود؟ أو والدك ليش اختار العود تحديدا؟ لأنه أخذه في البداية، كان أخذه له على أساس بيتسلى فيه هنا في الغربة، ما عرف شعبانية، والحمد لله تمكنت بالقليل، يعني ليس كثير لكن قليلة. يعني والدك عنده كمان الروح الفنية هذه؟ أكيد، يمتلك أذن موسيقية رائعة جدا ومعجب في الأغاني التراثية بشكل كبير. جميل. طيب تعلم العود كم استغرق منك؟ والله لسه الحين أنا في البداية، يعني لسه ما قلت إن أنا قد وصلت لمرحلة، الحين لي حوالي 2 أو 3 سنوات ولسه في بداية الطريق. وكيف تتعلمه؟ تأخذ دروس ولا من النت ولا كيف؟ لا والله، لا والله ما في دروس، إنما سماعي، كله سماعي، يعني تعليم سماعي، يعني أوه. أسمع الأغنية وأحاول أقلدها وأغنيها. يتخيلي الموضوع صعب جدا بهذه الطريقة؟ أكيد، في الحين يعني أحاول إن شاء الله أن أتعلم مقامات عن طريق أحد الأشخاص بيعلمنا مقامات، وإن شاء الله الحين في البداية. برافو. طيب تعزف على آلات أخرى ولا فقط العود؟ لحد الحين لسه ما جربت، بس على آلة العود. طيب رياض عليك تتذكر أول أغنية غنيتها مع العود؟ أغنية رد السلام للحارثي. جميل. طيب أكثر عائق واجهك في حياتك؟ والله الحمد لله الخوف فقط لا غير. الخوف من؟ الخوف أنا شخصيا، يعني أخاف من الظهور أمام الناس، أمام الجمهور، أمام كذا. تتجاوزه إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طب الغناء بالنسبة لك مجرد هواية ولا ممكن تحول لاحتراف؟ والله إن شاء الله أنا أحاول إن شاء الله أحوله لاحتراف، وفي البداية كان هواية ولكن إن شاء الله يتحول لاحتراف. جميل. وإيش يعني لك الغناء والموسيقى؟ الحب والسلام كله. جميل. طيب أنت لما تختار أغنية عشان تأديها وتعزف عليها، إيش أكثر شيء يجذبك فيها؟ كلماتها وألحانها. والجديد اللي يعني منتظرين منك إيش بيكون جديدك؟ والله كنت مجهز أغنية مع أخت شاعرة ومع الأستاذ، مع أستاذ برضو قدير أجابلي لحن، وكنت أستعد إن أنا أعرضها على قناة بلقيس، ولكن لسه يعني لسه ما أكتملت لحد الحين. يعني كانت بتكون حصرية؟ هي كانت بتكون حصرية، ولكن خليها حصرية وإحنا بنبثها كمان في حلقة ثانية. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب تطلعاتك للمستقبل في الغناء وإلى يعني في الحياة العادية؟ والله إن شاء الله أتمنى كل خير إن شاء الله. إيش يعني تتخيل في المستقبل؟ إيش بتكون؟ إيش اللي بيصير بالنسبة لك؟ مستقبلك الغناء، مستقبلك العلمي، مستقبلك العملي؟ والله أحب إن أنا أكون فنان، وأحب إن أنا أكون فنان مشهور. شيء كثير، أشياء كثيرة يعني لا يتسع المقام إن أنا أذكرها، حاجات كثيرة يحلم بها الإنسان ويطلع لها. رياض الأغنية اللي بتسمعنا اليوم؟ لك أيامي وشوقي للفنان الكبير أيوب طارش عبسي. تفضل. Thank you.
لك أيامي وشوقي وحنيني، لك أيامي وشوقي وحنيني، لك آهات فؤادي وشجوني، لك آهات فؤادي وشجوني، أنت روحي أنت ما لم تضر من منى العمر وأحلام السنين. عشت دنيا أنت فيها حلمي، عشت دنيا أنت فيها حلمي، في أحاسيسي وفي نبض دمي، لا بعدك إلا عدمي. يا حبيبي لن نتوب ليس في الحب ذنوب، يا حبيبي لن نتوب ليس في الحب ذنوب، بيننا عهد القلوب، عهد علام الغيوب، عهد علام الغيوب. لم يعد سرا هوانا أو تخفي، لم يعد سرا هوانا أو تخفي، ألف قلب لهوانا ليس تكفي، ألف قلب لهوانا ليس تكفي، فارحمينا ألسن الناس وتوفي، فارحمينا ألسن الناس وتوفي. رياض شكرا جزيلا لك، تمسك بأحلامك عشان تحققها إن شاء الله بإذن الله. شكرا، أتمنى لك كل التوفيق. نوصل لمعدة البرنامج ولكل العاملين في قناة بلقيس، كل الشكر وكل التقدير لكم. على عيننا وراسنا، شكرا لك. الله يحفظكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.